نبدأ اليوم بمسرحية من فصل واحد، إيراتوستنيس القوريني، النص من تأليف ومشاركة الدكتورة شيماء الشريف، القائم بأعمال نائب مدير مركز الأنشطة الفرنكفونية بمكتبة الأسكندرية. أهلا بيكم، أهلا بيكم كلكم معانا. إحنا هنا في مكتبتنا، والحفلة حفلتنا، واللمة لمتنا. بنحتفل النهاردة بأحد أبرز علمائنا، وفي العلم بواحدة من أهم تجاربنا. لكن مش هنبقى أبداً لوحدنا، عايزينك أيها المعلم بيتا تحضر معانا حفلنا. اظهر وبان عليك الأمان، مرحباً بك في مكتبتك أيها العالم العظيم إيراتوستنيس ابن أجلاوس القوريني، ثالث مدير للمكتبة القديمة وأحد أهم العلماء في التاريخ الإنساني. ياه، أنا كنت نايم ولا إيه؟ أنا فين يا بنتي؟ أنت دايماً صاحي وموجود في عقولنا وقلوبنا وعلومنا. أيوة يا بنتي، بس برضو ما قلتليش أنا فين يا بنتي؟ وأنت مين يا بنتي؟ أنت في مكتبة اسكندرية، مكتبتك الملكية، وأنا اللي ليا شرف تقديمك وتكريمك. أنا اللي هحكي للناس حكايتك وحرولهم روايتك. أيوة يا بنتي، بس برضو ما قلتليش إحنا بقينا في سنة كام دلوقتي يا بنتي؟ إحنا سنة 2021، بيننا وبينك 2200 سنة تقريباً. دي الدنيا بقت غير الدنيا، والناس بقت حاجة تانية، لكن مفيش حد نساك. احنا النهاردة هنا عشان نحتفل بيك ومعاك. برضو يا بنتي انا مش عارف، هو يا بنتي في سؤال مهم انا شايف. ايه ده؟ مين دول يا بنتي؟ انتي جايبه الناس دي كلها تضرب راجل كبير؟ ادي يا بنتي. لا ما تخافش، ما حدش هيضربك، ما تخافش. دول بنات وبنين للعلم محبين، ولسيرتك مشتاقين، في عمرهم لسه صغيرين، لكن قلوبهم الصافية تساع بالحب ملايين، وعقولهم أكبر من سنهم بسنين. النهاردة هيتعلموا منك وهيعرفوا حاجات كتير عنك. أنت المعلم بيتا، يعني المعلم التاني بعد أفلاطون، وفي يوم من الأيام هيطلع من دول علماء تانيين، ومن بعدهم تانيين وتالتين. ما انت عارف مصر ولادة، والخير فيها دايما فايد وبزيادة. أيوة يا بنتي، بس أنا برضو عايز أوجه كلمة لحبايب أولادي الحلوين اللي موجودين دول. معلش يا بنتي. فضل. يا علماء المستقبل القريب والبعيد، أنا يا أولادي جيت لكم من زمان بعيد قوي، زي ما بنتي قالت لكم أنا جيت من 2200 سنة. أنا يا أولاد جيت لكم النهاردة أحكي لكم عن حياتي اللي كانت سرية جدا ومليانة معلومات كتير، وكان فيها كنوز رهيبة. أنا يا أولادي عملت تجارب عملية وعلمية كتير جدا، وكنت كمان يا أولادي مقرب جدا من الأسرة الحاكمة البطلمية. أيوة يا أولادي أنا، وكمان يا بنتي انا عملت انجازات كتير قوي. تحبي اقول لهم ايه عن انجازاتي يا بنتي النهارده؟ قصه قياس محيط الارض. النهارده يوم الانقلاب الصيفي. بالظبط، احنا النهارده يوم 21/6 فعلا. 21/6 صح يا بنتي. ايوه يا اولادي انا هقول لكم النهارده عن حكايتي في قياس محيط الكره الارضيه. مين فيكم يا حلوين عايز يسمع قصه قياس الكره الارضيه؟ ها مين يا حلوين؟ قولوا لي يلا، مين عايز يسمع القصه؟ خلاص كلهم عايزين يسمعوها. يلا بينا نسمع القصة وحواري مع الملك يا ولادي. يلا جاهزين يا ولادي؟ ما نقدرش نجيب سيرة عالمنا العظيم من غير ما نجيب سيرة الحاكم العظيم برضو اللي استدعاه من أثينا عشان يجي مصر، الملك بطليموس الثالث يوارجتيس. يوارجتيس معناها صانع الخير، وهو فعلا عمل لمصر كل خير. بيقول عليه المؤرخين إنه ثالث الثلاثة الكبار في تاريخ البطالمة.
الأول كان جده الملك بطليموس الأول سوتير. سوتير بمعنى المنقذ، على اسمه الشارع اللي جنبنا هنا، شارع سوتر. التاني فيهم هو الملك بطليموس الثاني فيلادلفوس، اللي شفتوا تمثاله وانتوا تمثاله الضخم على باب المكتبة وانتوا داخلين من ناحية شارع بورسعيد. فيلادلفوس معناها المحب لأخته، ده يبقى والد الملك بطليموس الثالث يوارجيتيس صانع الخير اللي هو هتشوفوه دلوقتي. كانوا كلهم حكام عظام بنوا مجد الإسكندرية ومصر كلها في فترة حكمهم، أسسوا حضارة عظيمة عاشت بعدهم آلاف السنين، اعتمدوا على العلم والعمل الجاد. وكان الملك بطليموس الثالث يوارجيتيس راعي للعلم والعلماء، هو اللي استدعى إيراتوستينيس القوريني من أثينا عشان يدرس لابنه، وهو اللي عينه مدير للمكتبة الملكية، وهو اللي مول حملة إيراتوستينيس لقياس محيط الأرض من الخزانة الملكية. دلوقتي رجعنا في الزمن وحنسمعهم كانوا بيقولوا إيه لبعض. قالوا لي إنك استدعيتني. أكيد أكيد. وقد ايه انت مقرب للأسرة الملكية بالكامل. بالتأكيد يا مولاي. عشان كده انا وليتك مهمة، تعليم ابني الامير بطليموس الرابع في لوباتير ولي العهد من بعدي. ايه الفخر لينا، الفخر لينا يا مولاي. ومش بس كده، انا كمان وليتك ادارة فخر الحضارة البطلمية مكتبة اسكندرية. تفزعلي ليه بالاصوات دي يا مولاي؟ اطمن. انا عالم وليه وقاري. اطمن اطمن. وكمان انا عايزك تعرف لي حجم العالم اللي احنا عايشين فيه. انا عارف انها مهمة صعبة عليك شوية، بس ثقتي فيك اكبر من اي شيء. بسيطة يا مولاي، ده موضوع بسيط، البير وفاسوان. ايه؟ اشعة الشمس وضلها. انت بتقول ايه؟ سفينة في النيل. طب مكتبة اسكندرية. يا مولاي مولاي، انا قلت لك ما تفزعليش بالطريقه دي. ما انت يا ابني احنا هنلعب. بتقول الغاز، مش فاهم منك حاجه. وانا اقول لك الغاز تقول لي مكتبه اسكندريه. ما ايه الله، كلمني بالراحه، وضح لي اكتر. انا هقول لك يا مولاي. قول لي. واضح ان انت مش فاهم اي حاجه يا مولاي. فهمني. معذره يا مولاي. اتفضل. طبعا واضح طبعا. طيب انا هحكي لك. احنا عندنا يا مولاي حاجه اسمها يوم الانقلاب الصيفي، ويوم الانقلاب الصيفي ده يا مولاي بيوافق يوم 21/6. في اليوم ده وفي منتصف النهار يا مولاي بتكون أشعة الشمس عمودية على سطح الأرض، وكمان يا مولاي أشعة الشمس في اليوم ده بتكون قادرة إنها تنور أعمق الآبار اللي موجودة فعلا. وتظهر الظاهرة دي بوضوح في جزيرة ألفنتاين، في بير عميق هناك يا مولاي في جزيرة ألفنتاين في أسوان، بتظهر في الظاهرة دي بشكل كبير جدا. وبكمان هقول لك حاجة مهمة يا مولاي اللي كلكم عارضتوني فيها وقلت إن أنا غلطان، ان ظل الاجسام في اسوان في الوقت ده في اليوم ده بالذات من كل سنه بتكون ظل الاجسام في اسوان بصفر. صح. يعني الاجسام مالهاش ظل في اسوان. صح. مع العلم بقى يا مولاي، وده اللي هيثبت صحه نظريتي، ان في اسكندريه في نفس الوقت بنفس الساعه في نفس اليوم بيكون ظل الاجسام ب 7.2 درجه يا مولاي، وبالتالي اختلاف زاويه ظل الاجسام من اسكندريه اللي هي ب 7.2 وظل الاجسام اللي في اسوان اللي هو بصفر، ده يثبت صحه كلامي يا مولاي اللي كله غلطني فيه ان الارض كرويه. ايه؟ الارض كرويه؟ يعني دي كوره؟ يعني احنا واقفين على كوره دلوقتي؟ بالتاكيد يا مولاي، الحسابات الرياضيه بتاكد كده. طب بقى حاسب اللي هتضحك يا صاحبي. مولاي ما هو انت بتقول كلام مش منطقي خالص، الكلام اللي بتقوله ده ارسطو سبق وغلطه. يا مولاي انا مش هغلط ارسطو اكيد، اسمح لي. يا مولاي بالتاكيد ارسطو كان غلطان، كل المعلومات والحسابات بتاكد ان ارسطو كان غلطان يا مولاي. احنا كلنا في العلم يا مولاي بنعدل على بعض، كلنا بنغلط وبنتعلم وبنعلم، العلم مش ملك لحد يا مولاي. طيب وضح لي اكتر، طيب قياس الارض ده بتقيسه ازاي تاني يا مولاي؟ فهمني، انت مصمم تتعبني معاك. محتاج افهم، محتاج افهمك انا يا مولاي. فهمني.
احنا عندنا ايه اسم محيط الدايرة اللي قاله لنا يوكليدس بكام يا مولاي؟ 540 640 هو ما زاد يا مولاي 740 كام؟ لا 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 800 مش عارف يا مولاي احنا هنهزر عيب ايه اسم محيط الدايرة اللي قاله لنا يوكليدس يا مولاي 360 درجة 360 صح 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 فعلا فعلا 360 تمام يا مولاي وانت جلالتك امرت ان احنا نقيس محيط الكرة الارضية انا هحتاج ايه عشان اقيس محيط الكرة الارضية يا مولاي هحتاج زاوية ظل الاجسام في اسكندرية قلتها لك كانت بكام 7.2 7.2 الله الله يا مولاي برافو الحمد لله الحمد لله احسنت الحمد لله بالظبط يا مولاي ده الرقم التاني اللي انا محتاجه عشان اقيس محيط الكرة الارضية وهو زاوية ظل الاجسام في اسكندرية تمام اللي هو 7.2 تمام يتبقى لنا رقمين يا مولاي وهو المسافة من اسكندرية لأسوان ودي اللي أنا محتاج أقيسها ونحتاج تمويل كبير من جلالتك عشان نقيس المسافة يتبقى لنا إيه بقى؟ إيه بقى؟ أنت مش عارف حاجة خالص يا مولاي؟ طب ما أنت كويس هو يا مولاي بالظبط يا مولاي تمام قياس محيط الكرة الأرضية ده الرقم اللي هيظهر لنا حلو إن أنا بقى عندي الثلاث أرقام موجودين يتبقى لي الرقم الرابع اللي جلالتك أمرت بيه وهو قياس محيط الكرة الأرضية اخر طلباتك ايه وانا هنفذها لك يا مولاي احنا محتاجين بس شويه تمويل كده عشان الحمله والرحله اللي احنا هنعملها مطلوب ايه يعني محتاجين شويه حاجات انت هتبقى فاكر تكتبها حاجب يا حاجب حاجب اوامرك يا مولاي الحق ده بيفزعك جاي من الناحيه الثانيه الحاجب ده دمه خفيف قشطه حاج قشطه احنا محتاجين حاجه بسيطه محتاجين سفينه نيليه عدد واحد سفينه نيليه ماشي ايه الحاجب الكوميدي هو الملك يلا كده تمام محتاجين طاقم السفينه عدد واحد طاقم سفينه ايه عدد واحد طاقم سفينه عدد واحد سفينه نيليه هو انا دخلت له اوردر ماشي حالك مش دخلت سوبر ماركت انا طيب وطبعا محتاجين تمويل يا مولاي عشان الاكل ونتبسط بقى يا ابني تمويل عشان ينبسطوا ومحتاجين بقى حاجه بسيطه وطبعا هي اجره الشخص اللي هيمشي يقيس المسافه من اسكندريه لاسوان بس المسافه كبيره قوي يا رسخنيس ما تقلقش حد هيمشي كل ده يا مولاي ما تقلقش كل شيء مدروس ده هيكون شخص متدرب تدريب كويس جدا هيقدر يمشي المسافه من اسكندريه لاسوان انا هربط رجله بحبل بمقدار خطوته وهبدا ان انا احسب مقدار الخطوات بتاعته وبالتالي هقدر اوصل للمسافه من اسكندريه لاسوان يا مولاي يا مولاي انا كنت بفكر في حد كده كوميدي ودمه خفيف جدا عندي طلبه جاهز صح جاهز انا اتفكر في اللي بفكر فيه لا لا هاجب 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 لا انا هجيبه لك هتعرف تجيبه يا مولاي امرنا تمويل الحمله بالكامل على ان يتم فيز المهمه اقل من شهر بالتاكيد يا مولاي دمت للعلم ذخرا يا صاحب الجلاله وسافر إيراتوستنيس قائدا للحمله العلميه بهدف قياس محيط الكره الارضيه تعب كتير واشتغل كتير وكله بالعقل والعلم والتدبير لحد ما وصل للاكتشاف الكبير ايوه يا ابني يلا اظبط كده خطواتك دي كانت مهمة معروفة في العصر ده قطع المسافات الطويلة من خلال عدد الخطوات وكان اللي بيقوم بيها محترفين عارفين كويس بيعملوا ايه وكانت بتتم تغذيتهم والاعتناء الطبي بيهم بشكل ممتاز لمساعدتهم على انجاز مهمتهم على اكمل وجه لكن قياس محيط الارض ما كانش انجازك الاوحد ده انت مبدع ومجدد كفاية انك اخترعت علم بحاله ما كانش له وجود قبلك ايوة يا بنتي فعلا علم الجغرافيا الجغرافيا جيوغرافيكوس الجيوغرافيكوس ايوة يا بنتي فعلا انا بجد العلم ده يا بنتي انا بحبه جدا انا جمعت فيه كل الشروحات اللي اتقالت قبلي واضفت له بعض الشروحات والتوضيحات وافتكر يا بنتي فكرتيني بموقف جميل جدا
حواري مع الأمير بطليموس الرابع في لوباتير، حواري معاه يا بنتي عن العلم ده، وأول مرة أشرحه له كان حوار أنا لا يمكن أنساه أبدا يا أولادي. يلا نشوفه مع بعض يا بنتي، مين حابب أحكيه له؟ يلا نشوف. جاهزين يا بنتي؟ جاهزين. ساعت ساعت الواحد بقى يلحق يريح دماغه قبل ما الراجل ده يجي ويصدعنا بعلمه بقى. روح يا ابني هاتلي خمر وجريتين. ها بتقول له بقى يجيب لك ايه؟ ما قلتش خمر. ما قلتش خمر. وقعت في لسانك. ده انا بقول له صوبيا. تعالالي. تقول له صوبيا. وعايز الجريتين ليه بقى؟ دول هيصبوا لنا الصوبيا. يصبوا لك الصوبيا؟ اه. يا سلام. تعال هنا يا امير، قول لي عملت ايه في العلم اللي انا اديته لك؟ علم الجيوغرافيكوس قريته؟ الحقيقه انا وجدت صعوبه ايها المعلم. معلم يا ولد! اسمها ايها المعلم. حاضر يا معلم، انا وجدت صعوبه جدا في هذا العلم. وايه وجه الصعوبه اللي لقيته يا سيدي؟ حاجه كده ملخبطه مش باين لها وش من قفا. ولد! ايه وش من قفا اللي انت بتقولها دي؟ انت امير المفروض تبقى لوحتك متحضره يا ولد. حاضر، حاجه ملهاش وش من قفا. ولد! لما قلت لي وش من قفا بقت لغه متحضره. مش ممكن. ايه يا امير وجه الصعوبه اللي انت لقيته؟ انا بحبك جدا يا معلمي وبحترمك. ولد تاني يا معلمي. اسمها يا معلمي يا ولد. انا بحبك يا معلمي جدا وبحترمك، بس بصراحه يعني جاي ومش عارف ايه دي، مش دي اللي هتخليني ملك عظيم. ايه جاي ومش عارف ايه دي؟ مالها يا سيدي؟ علم الجيوغرافيكوس كل العلوم مهمه يا امير، وبعدين انت امير ابن ملك عظيم، ما ينفعش تتكلم بالاسلوب ده ولا بالطريقه دي. انت والدك كان حاكم عظيم، وانت بعد كده هتبقى من بعده حاكم اهم واكبر دوله في الدنيا. ما ينفعش امير زيك يبقى بالاسلوب ده ولا باللغه دي ولا يتكلم كده قدام الناس. بطانه السوق يا امير بتحب الجهل وبتغذيه، العلم هو سندك الوحيد يا امير. من بعدك؟ من بعدك ايه بس؟ هو في حاجه هتحصل من بعدك يا ولد؟ انت متعب ليه؟ انت اصلا علم الجيوغرافيكوس ده انت اصلا مش فاهم ايه معناه. علم الجيوغرافيكوس اللي انت شايفه صعب يا سيدي هي كلمه بتتكون من مصطلحين، جيو ومعناها علم الارض، وجرافيكوس معناها علم الرسم. يعني لما نقول جيوغرافيكوس يبقى علم رسم الارض. والعلم دوت انا جمعت كل العلوم والشروحات اللي اتقالت قبلي واضفت لها بعض الشروحات والتوضيحات عشان يفضل علم يبقى للناس يذكروني بعد ما امشي عمري اطول من عمري. من بعدك ايه بس؟ هو في حاجه هتحصل من بعدك؟ ما احنا عايشين اهو في رعايه الملك. يا ولد احنا الى فناء، وفي ناس تانيين من بعدنا هيجوا، لازم نسيب لهم حاجه يذكرونا بيها بالخير. ايه يا ولد ده؟ مش ممكن. ما ينفعش اللي انت بتعمله، لازم تكون متحضر في لغتك يا امير، لازم تتكلم وتبقى عارف انت عايز تقول ايه. انا عارف ان انت هتقول ان احنا هنا عايشين في حكم الملك وانا هبقى الحاكم بعد والدي، لكن يا امير انت لازم تكون امير عظيم قادر تملى مركز والدك وتبقى قد المسؤوليه يا امير. انا هفضل عايش واستمتع بحياتي. ولد محدش منعك من الاستمتاع يا شقي. علمني. ولد ما ينفعش يا امير، ولكن يعني برضو زي ما انت عايز تستمتع وتعيش حياتك لازم تغذي روحك وعقلك بالعلوم، بعدين العلوم كلها مهمه. هو انت هتنقي يا امير؟ ماشي يا امير، انت بجد ولد فاسد، كل شويه تقول لي انا هبقى الحاكم، انا هبقى الملك الجديد، انت ولد مش نافع خالص يا امير. ها وبعدين؟ ولد اتفضل يلا روح اقرا علم الجيوغرافيكوس اللي قلت لك عليه. يلا يا ولد امشي. مش قاري حاجه. ولد ولد فاسد. ياه يا بنتي، شفتي يا بنتي حواري كان عامل معاه ازاي؟ حاجه صعبه قوي. انا حاولت اعلمه وحاولت اساعده يا بنتي، لكن هو كان ولد غير ابوه واجداده العظماء، كان نبته تانيه فاسده، نبته فاسده يا بنتي. انا حاولت اعلمه لكن هو يا بنتي تعبني قوي يا بنتي، وكمان كسفني قوي يا بنتي. يا إيراتوستينيس العظيم، عدم نجاحك مع الأمير في لوباتير ده فشله هو مش فشلك أنت. التاريخ بيذكر عنه أسوأ الصفات، حاكم فاشل وضعيف وأناني وكمان مجرم عدواني. أول ما مات أبوه العظيم يورجتيس واستلم هو الحكم مكانه، قتل عمه وقتل أمه، قتل حتى أخوه التاني، وقلد عادات كانت قبل عصره
واتجوز أخته بالعافية، وبعدين قتلها هي رخرة وحرم ابنه الوحيد منها، وما كانش لسه كمل سنواته الخمسة. وبعدين الشلة الفاسدة اللي كانت حواليه قتلته، ورفعت ابنه الطفل على العرش تحت مجلس وصايا. كل ده انت عشته وعاصرته، أكيد كتمت في نفسك ألمه وحرته. بالتأكيد يا بنتي، فعلا الولد ده تعبني، ولكن أنا حاولت أعلمه. بعدين يا بنتي، إحنا مش إحنا برضو النهاردة متجمعين عشان العلم ولا إيه يا بنتي؟ طبعا بالتأكيد طبعا، بس صدقت، العلم بس هو اللي باقي، وحتختفي كل الصراعات. ومش كده وبس يا بنتي، لا، دي مصر كمان باقية يا ولادي، وطني وحبيبة قلبي. أنا يا ولادي صحيح اتولدت في كورينا في ليبيا، وعشت في أسيلة في اليونان، ولكني يا ولادي أنا عشت في مصر أكتر من 50 سنة يا ولادي، وكمان أنا كنت ثالث مدير، أو كنت مدير المكتبة الملكية يا ولادي، قعدت لمدة 40 سنة يا ولادي مدير للمكتبة هنا يا ولادي. ومن مصر بدأ كل حاجة، نظام الزراعة والكتابة يا ولادي، والطب والكيمياء وصناعة المنسوجات والحلي والعطور يا ولادي. ومش كده وبس، لا يا ولادي، والهندسة والعمارة كمان يا ولاد، كل دوت. ومصر مش كفاية يا ولادي، لا، مصر كمان كان فيها أول حاكم لدولة موحدة، كان حاكم مصري يا ولاد، وأول وزراء كانوا وزراء مصريين يا ولادي. ومش كده وبس، لا، كان كمان أول نظام حكم بدأوا يأسسوه ويعتمدوا على نفسهم يا ولادي كان هنا في مصر. كل الحاجات دي وكل العلم اللي أنا وصلت له يا بنتي ده بفضل وجودي في مصر ووجودي على أرضها الحبيبة يا ولادي. ومصر لسه بتحبك وفكراك وعمرها ما هتنساك. بالتأكيد يا بنتي، والعلوم كمان مهمة يا بنتي. العلم مهم جدا. بالتأكيد العلوم يا ولادي مهمة لتقدم وازدهار البلاد. أنا يا بنتي بسبب اهتمامي الكبير بالعلم زي ما أنت عارفة، عملت يا ولادي، وكان من أهم أهدافي إني أسس مكتبة تانية وسميتها بالمكتبة لابنة يا بنتي زي ما أنت عارفة. وعملتها في مكان مقدس غرب اسكندرية عند معبد السرابيوم العظيم. أنت عارفها أكيد يا بنتي. طبعا، أطلاله أهي. بالضبط يا بنتي. إيه ده يا بنتي؟ السوال. إيه الحاجات دي؟ هقول لك بعدين. ماشي ماشي يا بنتي. عملتها فعلا المكتبة دي يا ولادي عند معبد السرابيوم العظيم، وما اكتفيتش بكده، لا، ده أنا كان أهم سبب أعملها، لأن يا ولادي المكتبة الملكية كانت مفيش أي حد يقدر يدخلها غير بمرسوم ملكي يا ولادي، يعني بأوامر من الملك نفسه. وأنا يا ولادي نسخت كل البرديات وكل الكتب اللي كانت موجودة في المكتبة الملكية، ونسختها وخلتها موجودة في المكتبة الابنة يا بنتي، عشان كل الناس تقدر تتعلم وتفهم، عشان ننشر العلوم يا بنتي. تمام، عظيم. لكن احنا عايزين نذكر برضو إسهاماتك العلمية التانية، يعني مثلا فاكر موقفك من هوميروس؟ موقفي من هوميروس يا بنتي، يا ده كان شيء مدروس. مين فيكم يا حلوين يحب يسمع حكايتي مع الامير بطليموس في هذا الخصوص؟ اللي حصل ده يا أرسطنيس شيء غير مقبول تماما، وهتحاسب عليه وهتتجازى عليه. خير يا مولاي. خير. موقفك من هوميروس يا أرسطنيس شيء غير مقبول بالمرة. شاعر كبير زي ده بقالنا مئات السنين بنمجده، كتب حاجات تاريخية كتير، ملاحم زي الإلياذة والأوديسة بيحكي فيها عن حرب طروادة، تاريخ اليونان العظيم، وحاجات كتير جدا غيرها. تيجي انت بالسهولة دي تقول ده مخرف وتنكر كل اللي قاله؟ ده شيء غير مقبول تماما. مولاي انا ما فهمش غير لغة العلم. ويا مولاي انا ما قلتش ان هوميروس مخرف، هو شاعر عظيم وفعلا هو ليه ملاحم تاريخية عظيمة ورائعة، ولكن يا مولاي الخيال والشعر الأدبي شيء وكل هو عمله ده على عيني وعلى راسي، لكن يا مولاي الخيال والشعر الأدبي اللي هو بيكتبه ده شيء يا مولاي، والعلوم والتاريخ والجغرافيا ده شيء تاني. هوميروس شاعر كبير جدا يا أرسطنيس، ركز معايا، شاعر كبير جدا، مش ممكن بسهولة تقنع الناس باللي انت عايز توصله ده. مولاي انا ما بقنعش اي حد باي حاجه، انا يا مولاي بعمل انتاج علمي وبس.
يا مولاي انا كتبت الكرونوغرافيا اللي كانت بتشرح تاريخ اليونان عبر الاف السنين وشرحتها شرح تفصيلي تاريخي وعلمي. يا ريت العلماء اللي عمالين يتخانقوا معايا وسايرين ضدي ويقولوا إيراتوستينيس بيقول كلام مخرف وبيقلل من هوميروس، يا ريت يعني يكلفوا خاطرهم ويكرروا بس انهم يروحوا لمكتبتنا العظيمه اللي موجود فيها الكرونوغرافيا ويقروا العلم اللي انا كتبته ويتناقشوا مع واحد عايش علمه موجود بدل ما هو بيتكلموا عن واحد ميت وبيدافعوا عنه. كويس كويس، ولو طلعت غلطان مش مشكله يا مولاي، هغلط هصحح علمي، هفضل اغلط واتعلم، وطول ما انا بغلط يبقى انا ماشي صح يا مولاي. وبعدين يا مولاي انا عالم طول عمري هعيش وهموت بعلم وبتعلم. ايوه فعلا خرجتي يا حبيبتي، كانت عبقريه في وقتها بس دلوقتي بنقول ان ناقصها حاجات كتير. ايه كان ناقصها ايه يا بنتي؟ ناقصها مثلا الامريكتين. ايه امريكا يا بنتي ليه كده رجعتي تاني تتعبيني وتقولي كلام صعب علي؟ انا مش فاهمه يا بنتي. ولا يهمك ايها المعلم العظيم. طيب فاكر ابتكارك العبقري ده؟ ايوه يا بنتي ده الغربال بتاعي. بس لا لا بنتي ما كانش بيتحرك كده، هو في حد بيلعب فيهم جول؟ ايه يا بنتي ايه ده؟ عملته ليه الغربال ده؟ ده كان وقتها اداه يدويه، بتعمل ايه؟ ده يا بنتي كان أداة مهمة جدا أنا عملتها زمان في عصري عشان نقدر نوصل للأرقام الأولية اللي ما بتقبلش الاسم غير على نفسها أو على رقم واحد يا بنتي. تمام، بس أنا في حاجة يا بنتي، هو عمال يتحرك وأنا نفسي أمسكه، هو أنا مش قادر أمسكه. ليه؟ مش هينفع تمسكه عشان دي صورة رقمية على الكمبيوتر يعني. تاني يا بنتي كمبرورر والكلام الغريب، انتوا من الواضح يا بنتي ان زمانكم ده بقى زمن غريب وصعب الواحد يقدر يعيش فيه. انا ماشي يا بنتي بقى خلاص كده. لا استنى 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 ايها المعلم، رايح فين؟ هو لسه في حد عايزني؟ ها قولوا له في حد عايزه. لسه في حد عايزني يا بنتي؟ هو احنا لسه كملنا كلامنا؟ لسه ما حكيناش عن خريطة النيل التفصيلية اللي انت رسمتها اللي سهلت الحملات البطلمية بعد ما أكدت للملوك البطالمة إن النيل مش بينبع من عند الآلهة زي ما الأساطير كانت بتقول، وإنه نهر عظيم له منابع واضحة ومحددة وتوجد شلالات بتقطع مجراه لكنه بيستمر في قوة لحد ما يوصل للبحر المتوسط. ياه يا بنتي ده أنتوا وصلتوا لعلوم وحاجات كتير أوي يا بنتي. فعلا إحنا دايما يا بنتي لازم نسعى وراء العلم ونفضل نتعلم وندافع عن العلم بكل الطرق يا بنتي. بس مفيش مانع يعني نسمع شوية حواديت ظريفة كده، مش كله علم علم. أنا طول عمري يا بنتي أحب إن ولادي يسمعوا حواديت أكيد ويتبسطوا ويستمتعوا بيهم، لكن زي ما سمعت حواري مع الأمير فلوباتير يا بنتي إن يا ولادي اسمعوا كل حاجة وحواديت واستمتعوا بحياتكم، بس يا ولاد أهم حاجة العلم، لازم تغذوا روحكم بالعلم يا ولاد. مش ده يا بنتي برضو اللي احنا متجمعين عشان النهارده ولا ايه؟ العلم له شروط وقواعد ومش مسموح فيه بالتخريف ولا بالتحريف يا بنتي ولا بالتأليف. بالظبط يا بنتي كلامك كله مظبوط. انا كده يا بنتي خلصت دوري معاكو، انا بقى ارجع تاني لزمني لان انتوا زمانكو ده بقى غريب وبتقولوا حاجات غريبه. يلا يا بنتي انا ماشي، اشوفكوا يا ولادي. باي باي يا ولادي، خلاص مع السلامه. ماشي رايح فين؟ ما انت قاعد معانا إيراتوستينيس. We'll be right back.
السنة اللي فاتت للأسف عملنا إيراتوستينيس من منازلنا. السنة اللي فاتت عملناها أونلاين وكانت شكلها بايخ أو من غيركم فعلا. طبعا ما عندناش وقت للمحاضرة بتاعتي، لكن بسرعة نحاول نقول إضافة. مش بس إيراتوستينيس هو اللي حط بصمته في التاريخ، إنما كل واحد فكر بره الصندوق، يعني فكر بطريقة مختلفة عن اللي حواليه. وإيراتوستينيس يعني هو من قبل إيراتوستينيس كان جاء انقلاب صيفي كتير جدا، لكن محدش فكر انه يستغل موضوع الانقلاب الصيفي، ومحدش فكر انه يقيس محيط الارض بالطريقة العبقرية. والسهلة اللي انتوا هتعملوها النهاردة بنفسكم ان شاء الله بره بعد اقل من دقائق يعني. لكن خلونا الاول نشوف هنعمل ايه لما نطلع بره القاعة. انا عامل برزنتيشن خفيف كده بسرعة بيلقي الضوء برضو على واحد راسه براس إيراتوستينيس في العلم، وهو أرشميدس. أرشميدس حاجة زي إيراتوستينيس ولكن في حاجة مختلفة، بس الشبه بينهم هما الاثنين ان هما فكروا بره الصندوق. يعني اكيد قبل أرشميدس وبعد أرشميدس كل الناس بتاخد شاور، الصيف جاي تاخد شاور صح ولا ايه؟ الدنيا سهلة كده، الشاور حاجة سهلة خالص، تخش الحمام تفتح. أيام أرشميدس كانش فيه موضوع الشاور ده، بس أرشميدس هو مش مرتبط بالشاور قد هو ما مرتبط باكتشاف ما يسمى بقانون الطفو. قانون الطفو اللي هو على أساسه كل السفن والعبارات والحاجات البحرية اشتغلت بعد كده. القصة ببساطة جدا إن كان في ملك من الملوك حب يعمل تاج على رأسه من الذهب، حلو، فجاب الصناع، واحد الصناع المهرة تعرف تعمل يعني ذهب تاج كويس وكده، قال له اوكي، فاداله حوالي 2 كيلو جرام من الذهب. هتاخد قد ايه وقت؟ قال له حوالي شهر. فجاب له بعد شهر التاج الذهبي، شكله حلو جدا ومرصع بالجواهر وكل حاجه، لكن الملك لما بص على التاج لقاه مش لمعه الذهب، ها، حس ان في لعب، ان الصانع ده ممكن يكون يعني ايه خد حته الذهب وحط حاجه تانية معاه. طب مين يكتشف القصه دي؟ مين يكتشف ان التاج ده مش من الذهب الخالص او من الذهب الخالص؟ هو راجل بس هو شك الاول. فكان في عصره أرشميدس اللي هو بحكي لكم حددته البسيطه دي، كان هو ده الالفا، الراي دكتوره شيماء الالفا في وقته في التفكير الهندسي، وكان هو بيحب دايما الاختراعات البراكتيكال، الحاجات اللي فيها شغل يدوي، وكان دايما بيفكر زي إيراتوستينيس عريس الليله يعني. فجابوه الملك قال له تعرف تعمل لي القصه دي وتكتشف لي هل التاج ده من الذهب الخالص ولا مضروب، بس من غير ما تبوظه، من غير ما تفكه، من غير ما تكسره. ازاي الكلام ده؟ وقتها طبعا قعد فتره طويله جدا أرشميدس يفكر ازاي هكتشف ان الذهب ده او ان التاج ده من الذهب الخالص ولا لا، وبقى مهموم جدا. نرجع بقى لموضوع الشاور. في يوم من الايام دخل أرشميدس الحمام، ده الحمام بتاعه كانش فيه دش ولا حاجه، يملى البانيو، يقف في البانيو ويعيش. مجرد ما دخل أرشميدس جوه البانيو الميه ايه طلعت بره. اول ما الميه طلعت بره البانيو ايه اللي حصل؟ اتجنن، طلع عريان وقعد يقول يوريكا 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 يوريكا. يوريكا دي يوريكا اللي هي لفظ يمكن سمعتوها قبل كده، وجدتها وجدتها ايه اللي وجدتها ده؟ انت بتستحمى والميه طلعت بره البني، ايه العلاقه يعني؟ هو الراجل كان مهموم جدا جدا بالموضوع، ازاي يعرف موضوع التاج من الذهب الخالص ولا لا؟ فيوريكا يوريكا اوحت له بفكره ان هو الوقت وزنه لما اتحط جوه الحمام او البانيو بتاعه الميه طلعت بره، فعلى طول شغل مخه زي إيراتوستينيس وقال دلوقتي انا لو جبت 2 كيلو ذهب وحطيتهم في حمام او في حوض هيطلع براهم ميه، كويس، هجيب الميه دي واخليها على جنب، واجيب التاج بتاع جلاله الملك احطه في بانيو هيطلع ميه، اجيب الميتين الاثنين واشوفهم قد بعض، لو هما الاثنين قد بعض تماما يبقى ده من الذهب الخالص، لو حجم الميه اختلف يبقى انا متاكد من الذهب 2 كيلو ذهب، بس مش متاكد او شاكين في التاج الملكي، فلو حجم الميه بتاع التاج الملكي اختلف يبقى اكيد التاج الملكي مخلوط. من هنا جت فكره ان كل المواد ليها احجام مختلفه حسب الكثافه النوعيه. يعني ايه؟ لو جبنا كيلو حديد، كويس، حطيناه على الميزان وعايزين نجيب كيلو خشب، هل هيبقى كيلو الحديد قد كيلو الخشب؟
لا طبعا اللي هيفرق ايه الحجم. نفس فكره التاج الملكي. بعد كده دي بس مقدمه بسيطه للموضوع بتاعنا. طيب بسرعه عشان خاطر الوقت بتاعنا ونحاول نعمل اللي عمله إراتوستينيس بره قاعه المكتبه. هو على فكره أرشميدس قال ادوني عصايه كبيره جدا، ادوني عتل او عصايه كبيره جدا ومكان في الفضاء اقف عليه وانا ارفع لكم الارض بايد واحده، اللي هي فكره ايه الروافع. حد في سنه سته هنا اولى اعدادي الروافع، عارفين الروافع؟ نفس الفكره. هو اللي اخترع الحاجات دي هو عمنا أرشميدس. وأرشميدس المصريين الفلاحين بيحبوه جدا. زمان قبل الري بالمكن وكده كان في حاجه اسمها الشادوف، مكنة قديمة جدا اللي اخترعها، وكان عندنا في متحف تاريخ العلوم او حتى في قاعة استكشاف كان في تجربة اسمها الشادوف. طنل كبير كده تقعد تدوره بايد واحدة يطلع المية من القاع لفوق، كان نظام الري، وكان بيستخدموه زمان عندنا في بلدنا مصر في الارياف. ده كان اختراع أرشميدس، لان أرشميدس وأرتوستينيس وإقليدس وفيثاغورس الناس كلهم كانوا عايشين في مصر في فترة من الفترات ايام ما كانت مصر بتحتضن مكتبة الاسكندرية اللي هي كانت ضرة العالم القديم. مكتبة اسكندرية القديمة كانت حاجة زي مكتبة اسكندرية دلوقتي، كل العلماء بيقولها من كل حتة. طيب بعد أرشميدس ده منظر للكون. خلينا نبص على عشان نفهم موضوع قياس محيط الأرض. ده منظر الكون. طبعا الكون وحدات الكون كلها عبارة عن الجالكسيز اللي هي المجرات الكبيرة. المجرات بنختار منهم أنواع كتيرة جدا، في منها الإليبتيكال ومنها الكروي ومنها المنتظم وغير المنتظم. الجالكسيز ده مش موضوعنا، موضوعنا هو أن نختار واحدة منهم هي الميلكي واي. مجرة الميلكي واي أو درب التبانة مش موضوعنا، ممكن تشوفوها عندنا في القبة السماوية أفلام كاملة عنها. لكن الميلكي واي هنخش جواها ونلاقي حاجة اسمها المجموعة الشمسية. المجموعة الشمسية السولار سيستم اللي هي كانت زمان كانت 9 كواكب. طبعا هي 7 عناصر، الشمس والكواكب والأقمار ومذنبات والشهب والنيازك وحزام الكويكبات، وكانوا 9 زمان بقوا 8 دلوقتي. ليه؟ عشان تم استبعاد امشيها كده بلوتو، تم استبعاد كوكب بلوتو. ليه تم استبعاده؟ ده موضوع تاني مش موضوعنا. اي كتاب او اي موقع على الانترنت او اي ابلكيشن على الموبايل بتاعكم هتخش فيه كتير جدا من الابس الموجوده دلوقتي على الاندرويدز وعلى الايفونز بتتكلم على السولار سيستم والحاجات دي، هتلاقوا ان السولار سيستم عباره عن 8 كواكب. لقصه بلوتو واستبعاده قصه تانية خالص، موجوده على قناه فلكيه مهمه جدا لاعماركم، حاولوا تبصوا عليها. قناه انا عاملها اسمها تعالوا نتكلم فلك، يبقى شوفوا الحلقه دي باي ذا واي. لماذا تم استبعاد كوكب بلوتو؟ نرجع لكوكب الارض اللي لازال للوقت في ناس سخيفه، معلش وهيكون حد منهم موجود، بيقولوا ان الارض مسطحه يعني وكده، وبيتخانقوا وعاوزين الموضوع على اعصابهم قوي زي الاهلي والزمالك. الارض كرويه، لا الاهلي مسطحه، الارض كرويه، لا. فالارض، طب مين هنا عنده شك ولو لحظه ان الارض كرويه؟ اوعى. الارض عندك شك ان الارض كرويه؟ يعني الارض مسطحه؟ انا شتمت، انا اسف، ما اقصدش خالص طبعا. الارض، الارض اللي عنده طبعا زمان فؤاد المهندس عملها، يعني بيقول له ان الارض كرويه تدور حول نفسها كده، قال له ازاي تدور حول نفسها وما نقعش زرع بصل يعني كده. طبعا مفيش الكلام ده، الارض كرويه بكل الدلائل الفلكيه. لكن برضو النهارده ده مش موضوعنا. وان كان إراتوستينيس بشكل غير مباشر اثبت لينا من غير ما يقصد انه يثبت كرويتها ان الارض كرويه. ازاي إراتوستينيس اثبت لنا واحنا قاعدين دكتوره شيماء قالتها وانا هقولها ان الارض كرويه؟ النهارده لو ان الارض مش كرويه كان مش هيبقى في ظل عندنا في اسكندريه. لو ان الارض مسطحه ها ما كانش النهارده 21 يونيو كان مش هيبقى في اي ظل. تطلع بره وهثبت لكم بالصور دلوقتي تلاقي ظلك على جسمك، لان النهارده الشمس اعلى نقطه ليها في السماء طول السنه، ومن بكره هيبدا ايه تنقلب في اتجاه الاخر، عشان كده النهارده سموه ايه انقلاب صيفي سمر سوليستيك. فلو ان الارض مسطحه، لو ان الارض مش كرويه زي ما انتم بتقولوا، كان ما فيش ظل في اسوان، ما فيش ظل في امريكا، ما فيش ظل في اسكندريه، ما فيش ظل في الصعيد. لكن بما ان الارض كرويه فعندنا في اسكندريه ايام المكتبه القديمه والنهارده، مطلعوا بره وهتشوفوا اي حد هيقف هيلاقي في ظل على الارض الساعه 12 تحديدا او وقت الظهر، بيسموه النون تايم، لما الشمس تعبر اعلى نقطه فوق راسنا. كويس؟ فده اثبات غير مباشر لان الارض
كروية. واتكلم عنها كارل ساجان، واحد من العلماء اللي بحبهم جدا. كارل ساجان حاجة برضو زي الناس دول بيفكر خارج الصندوق، وأشار إلى إيراتوستنيس وأشار إلى عظمة المصريين في استغلال الظلال في أنهم يبنوا الهرم الأكبر وأبو الهول. هتكون زار الهرم الأكبر والهرمات وكده، في مبنية على الأساس فلكي وتستخدم كروية الأرض كمان. مش موضوعنا، موضوعنا لو أنت معايا فوق. لما طبعا الفلكيين طلعوا القمر أكتر من مرة وشافوا الأرض من فوق خلاص وصوروها، ما عادش فيه شك والكلام ده. وفي دلائل في الكتاب المقدس، وفي دلائل في القرآن الكريم، وفي دلائل في كتب السماوية على أن الأرض كروية. ولما صورناها حتى بالفضاء بقى خلاص ما فيش شك في الكلام ده. وحتى لما ظواهر الكسوف والخسوف، هو مش موضوعنا برضو نحن نثبت كسوف وخسوف، لكن الفكرة ان كروية الارض اللي هنقيس محيطها النهاردة كلها لازم تكون على اساس ان الارض كروية. اوكي طيب، الصورة دي بتبين موضعين مختلفين لكوكب الارض، موضع في الصيف وموضع في الشتاء. الموضع اللي هو على ايدنا اليمين الارض في الصيف، واللي على الشمال الارض في الصيف في الشتاء. الفرق بينهم ان لما اوكي الشمس بتكون عمودية في الصيف على نص الكرة الشمالي، رغم ان في بازل مهم جدا لغاية دلوقتي محدش عارفه، المسافة اللي بين الارض وبين الشمس امتى تبقى اقرب ما يمكن، في الصيف ولا في الشتاء؟ بيولوجيك في الصيف حر نص كم وكده وخفيف، وابعد ما يمكن برد بقى والكوتس والحاجات دي. لا غلط، تخيلوا ان النهاردة الشمس ابعد ما يمكن من الارض، تخيلوا حقيقة علمية خدوها مني. وفي الشتاء الشمس بتبقى أقرب ما يمكن. إيه ده، إزاي الكلام ده غلط؟ لا صح. النهاردة المسافة بين الأرض وبين الشمس حبايبي 152 مليون كيلو، لكن في الناحية الثانية تبقى في الشتاء يعني بتبقى المسافة بين الأرض والشمس 147 مليون كيلو. مين أكتر، صيف ولا الشتاء؟ الصيف. أمال إزاي بقى المسافة أبعد ما يمكن والحر بقى والفرهادة اللي هتشوفها بعد شوية دي؟ لان الشمس لو ترجع للسلايد اللي قبليه تاني لان الشمس عموديه على نص الكره الشمالي، فتاثير الاشعه العموديه بيبقى ابسط واخف ورق والطف من لما تكون الاشعه مايله في الشتاء. صح، هو ده التفسير العلمي. وما يقعد البيت بقول بابا وماما يا بابا لو سمحت امتى الشمس تبقى اقرب ما يمكن من الارض، هتلاقي بابا يغلط على طول، قول له يا بابا على فكره انت غلطان كده. اوكي، وتثبت له المعلومه دي ان الشمس عمودية النهاردة يوم الانقلاب الصيفي على الارض، وبالتالي بيحصل تسخين لغلاف الجو الارضي وسطح الارض، فبيحس او بيحصل فصل الصيف. اما في الشتاء مسافة اقرب ما يمكن، مفروض تبقى الدنيا يعني دفع، لا بيحصل برد جدا لانها بتبقى عمودية على فصل نص كرة الشمال. الصورة دي برضو صورة من الفضاء لوضع الارض في الاربع فصول او الاربع بيسموها السوليستكس، يعني في عندنا موضعين بيسموهم الاعتدالين وموضعين بيسموهم الانقلابين، الانقلاب الصيفي والانقلاب الشتوي والاعتدال الربيعي والاعتدال الخريفي. بيفرق ده من ده من ده من ده الشمس فين بالنسبة للأرض. في الاعتدالين 21 مارس و 29 سبتمبر بتبقى الشمس عمودية فين؟ حد يعرف؟ عند خط الاستواء، عند خط الاستواء. فبالتالي بيحصل جو لطيف جدا عندنا في نص الكرة الشمالي وحتى الجنوبي وفي الخريف كمان. أما في الانقلابين زي ما قلنا بتبقى الشمس عمودية على مدار السرطان في الصيف وعلى مدار الجدي في الشتاء. الصورة دي غلط جدا، غلط فلكيا، وبالتالي السلايد اللي بعديها انا عدلتها. نرجع تاني، ايه الغلط؟ ايه الغلط في الصورة دي واللي صح بعديها؟ روح وارجع كده كم مرة كده؟ مرة، اثنين، ثلاثة، أربعة، ثمان، مش عارفين يقولوا خالص. ها؟ ايه الغلط؟ الارض؟ ما هي الارض كروية، ايوه، مش ده الغلط. مش المسافة غلط. مش هنمشي النهاردة، مش هنعمل الترسينيس، لازم اعرف الموضوع ده. برافو عليكي، برافو عليكي، المدار، برافو عليكي، الاوربت او المدار او المسار دائري. بص هنا بيضاوي، مبطط، يسموه اليبس. أو إليبتيك أوربت. اللي قبليه سفيريكال، مفيش غلط، مفيش حاجة في الفلك أصلا
بتدور في مدار دائري تماما. حتى القمر بتاعنا، حتى القمر بتاعنا، حتى الاقمار الصناعيه، حتى الاقمار الصناعيه، حتى القمر الصيني اللي كان يبقى في دماغنا من كام شهر، كله لازم يبقى في مدار بيضاوي. لازم، مش موضوعنا. نكمل النهارده حبايبي. الشمس بالظبط عموديه على مدار السرطان، اللي هو عندنا في مصر قريب من اسوان قوي. اللي يروح اسوان النهارده، لو حد يعرف حد في اسوان، اعتقد في زباين في اسوان النهارده، لو حد في مكتبة اسكندريه بعت زمايلنا في اسوان فولنتيرز او زمايلنا موظفين النهارده، يا عيني لو انت وقفت في اسوان كده هتلاقي الشمس على جسمك، تخيلوا مفيش ظل خالص في عز اللي هو الظهر ده. فالنهارده ده في الشتاء بقى، في الشتاء نفس الكلام. لو حد راح هناك نص الكره الجنوبي عند مدار الجدي بيحصل نفس الفكره. وبالتالي احنا النهارده عندنا صيف. لو حد في البرازيل او في استراليا لابسين الجواكت ودي بتمطر والامبريلا والحاجات دي، فنص الكرة الشمالي بيبقى صيف، نص الكرة الجنوبي بيبقى شتاء. باي ذا واي كده بسرعه قبل ما نكمل، اورانوس نص الكرة الشمالي 74 سنه صيف، يا ونص الكرة الجنوبي 74 سنه شتاء. كوكب عجيب. فربنا سبحانه وتعالى جعل لنا كوكب الارض 3 شهور صيف 3 شهور يقلب كده، اوكي. فدي من يعني من الاعجازات الجميله في كوكب الارض. اوكي، اللي بعد كده ده في اسوان تقريبا. يعني الشمس عموديه، لو ده شخص او عصايه او انت واقف تبقى الشمس عموديه تماما. اللي بعده كل ما تطلع بقى، كل ما تطلع بعيد عن خط الاستواء او بعيد عن مدار السرطان او عن اسوان، هتلاقي كل شويه الظل يكبر، تطلع شويه الظل يكبر. فاحنا في اسكندريه اخر سلايد اللي هو على الشمال ده اخر واحد، هنطلع بره زمايلكم او زمايلنا الفولنتيرز مجهز لكم حاجات تحطوها على الارض بحيث يبقى ليها ظل. طب نكمل. إيراتوستنيس اللي شفنا قصته ومصحته اللذيذه الظريفه دي، هو فكر ازاي؟ عرف ان في بير في اسوان، البير ده حقيقي. انا رحته في سنه 2004 مع زمايلنا، والصوره بتاعتي هناك اهي مع زمايلنا. والبير ده على فكره ممنوع حد يخشه، يعني مش من الاماكن السياحيه لانه مهترئ واي حد ممكن يخش ممكن يقع، بس احنا ظبطنا العسكري يعني اوكي وعدينا جوه كده ودخلنا كده ونطينا من على السور وبتاع، بس بسرعه قبل الظابط ما يجي سجل كده. المهم دخلنا جوه وخدنا بالنا جدا وتاكدنا ان هو ده فعلا البير اللي على اساسه إيراتوستنيس قاس محيط الارض. ازاي؟ بصينا جوه البير، ها شفنا القاع بتاعه الظهر، شفنا القاع بتاع البير. معنى كده ايه؟ ان الشمس عموديه بالظبط. تصنف زمايلنا في المكتبه، يا اخواننا ظل في ظل عندكم، في ظل عندنا. مفيش ظل في اسوان وفي ظل في اسكندريه، يبقى الارض ايه؟ يا تمام. اللي بعده طبعا فصاحبنا القصه بقى اللي هي دكتوره الشيماء استغل ان في طبعا مسله في مكتبه الاسكندريه القديمه، وادي البير اللي هو وريكم صورته حقيقي. نكمل كم صوره بعد كده. فاستغل الفكره، بما ان الظل في اسوان زيرو والظل في اسكندريه ممكن بسهوله جدا اقيسه، وانتوا النهارده هتعملوا الكلام ده، كل اللي هتعملوه لما تطلعوا بسرعه عشان الشمس نقيس الظل بتاع اي حاجه عموديه على الارض، مبنى، شجره، قلم رصاص، ظل صاحبك واقف بس واقف بانتباه كده، قيس ظله بس. وبعدين هنكمل. دي صور زمايلنا في اسوان، ها الساعة واحدة قبل ما يعملوا التقويم الصيفي اللي هو كان زمان في الصيف بيزودوا ساعة ويشيلوها تاني في الشتاء. فكان زمان قبل ما تتولد انتوا كان توقيت الصيف عندنا في مصر بيزودوا ساعة ويشيلوا ساعة، فكان الظهر وقتها الساعة واحدة. بصوا الساعة واحدة، ده زميلنا عبد الله كاسبر وقتها، هو فين؟ مش موجود معانا. شايفين فين ظله؟ ظله على جسمه. طب نكمل. المهم طبعا ياس محيط الارض مش بس إيراتوستنيس، انما العرب، وده ابو ريحان البيروني على فكره احد العلماء، وافكر مع زمايلي في الانشطه في المكتب، بس ما نعمل قياس محيط الارض في الشتاء بقى، مش محتاجين بقى شمس وحاجات زي كده، وجولنا بعد المغرب. يعني اي نجم نبص عليه في السماء ممكن نقيس من خلاله محيط الارض، او اي شجره او اي مبنى ولا حاجه بالاسترلاب وحاجات بسيطه كده. ففي كذا طريقه نقيس بيها محيط الارض، لكن الرائد في قياس محيط الارض هو إيراتوستنيس. مين؟ إيراتوستنيس. قولوا اسمه كده سهله، إيراتوستنيس. إيراتوستنيس 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 10 مرات كده. طيب معنين اللي بعده. طيب فالبيروني ممكن يقيس محيط الارض بواسطه ارتفاع شجره او ارتفاع مبنى او كده. كلنا عارفين المعادله الحمراء دي، عارفينها؟ محيط الارض
دراسة خلصت بقى وتعليم أونلاين وكده. محيط الأرض 2 باي R. أنا بس R دي اللي هي المفروض محيط الأرض. أجيبها منين؟ أجيبها من معادلة بسيطة جدا. على الشمال هناك شايفين في D over H equal D capital over R. D هو ارتفاع أي مبنى وH الظل بتاعه. سهل جدا أعرف ارتفاع مبنى مكتب اسكندرية كام أو بيتنا كام أو الشجرة دي ارتفاعها كام بواسطة حاجات معينة. في حلقة ممكن عملتها برضو على الصفحة بتاعتي على موضوع قياس ارتفاع أي حاجة اسمها قياس ارتفاع بواسطة أي جهاز بارومتر اللي بعده. خلاص ناخد بقى القصة بتاعتنا دي ولخصها في المشهد ده. ادي أسوان اللي هي تحت وادي اسكندرية والزاوية بينها معروفة والدكتور شيماء قالتها وانا بقولها لكم بس من باب الأمانة العلمية حاولوا انتوا كمان تقيسوها. تطلع من 7 إلى 7.2 درجة قوسية درجة. اوكي اللي بعده طبعا طب ليه في زاوية؟ المفروض الأشعة جاية متوازية من الشمس على كوكب الأرض. في زاوية لأن الأرض كروية، بقولها المرة الثالثة والرابعة والمليون. لو إن الأرض مش كروية كان ما كانش في زاوية في مركز الأرض. اوكي هنعمل ايه دلوقتي؟ دي تجربة على فكرة من أقدم الصور، من أول سنة بعد افتتاح مكتبة اسكندرية. مكتبة اسكندرية فتحت سنة كام؟ حد عارف؟ 2002. افتحناها في أكتوبر، ما عرفناش نعمل إيراتوستينيس. ففي مارس 2003 كان أول قياس. زمايلكوا دلوقتي ما شاء الله كبار وجوزوا كبار داخلين على 20 سنة مكتبة اسكندرية. كان أول قياس بص كام واحد بس الميسو 4-5 بس. فعملناها أول مرة في مكتبة اسكندرية ومن سنتها لغاية دلوقتي كل سنة بنعمل قياس محيط الأرض. حتى في وقت الكورونا السنة اللي فاتت عملناها أونلاين من البيت عندي ومن زمايلي عملوها من البيت، وكانت برضو عشان ما نسيبش سنة ما نحتفلش بيه إيراتوستينيس. إيراتوستينيس إيراتوستينيس ماشي. أوكي هنعمل ايه دلوقتي؟ زمايلك نطلع ان شاء الله بره. اوكي في بليتس اعتقد هيوزعوها عليكم من الفوم، وبعدين هنجيب قلم رصاص نحطه عمودي. لو حطيناه بالشكل اللي بعده ده كده غلط، مايل كده غلط ومايل كده غلط، لازم يكون عمودي. اتاكد ازاي انه عمودي؟ اعتقد في ميزان ميه، اذا ما كانش فيه بقدر الامكان نحاول نخليه فيرتيكال تماما. لما يبقى عمودي وبعدين ابدا اعمل ايه بعد كده؟ اجيب المسطره، اعتقد في ماتيريال موزعه لهم، في ماتيريال بالمسطره هنقيس طول القلم. سهل جدا اقيس طول القلم، نركز الكبار في المجموعات يركز، اقيس طول القلم كام سنتيمتر كويس، واقيس طبعا من اول المسطره المسطرات المساطر الموجوده الرولز الموجوده في حته كده قبل السنتيمتر قبل الجريدز، قيس من اول الزيرو دي عشان خاطر بيسموها البيرسونال ايرورز، ما يكونش فيه خطا وانت بتقيس. لو حد قاس من اول المسطره هيدي خطا في القياس، فلازم تقيسوا حبايبي من اول الزيرو، يعني من اول الزيرو لغايه طول القلم الرصاص، وبعدين اهو عند اخر الظل. فين اخر الظل بتاعه؟ هقيس الظل بتاعه امتى؟ الساعه 12 ودقيقتين، يعني المفروض دلوقتي بره لكن قدامنا 5 دقايق مش مشكله. اقيس الظل تمام، يبقى عندي قيسين اثنين، قياسين اثنين، طول القلم وطول نامو نامو نامو، طول القلم وطول الظل. بس بس ده اللي عايزينه منكم، طول القلم وطول الظل. اعمل بيهم ايه؟ اهو برسم طول القلم وبعدين برسم طول اقصر ظل اللي هو المفروض دلوقتي او بعد 5 دقايق او حتى 10 دقايق مقبول. عند الرقمين دول بعمل مثلث، هيطلع لي مثلث بالشكل ده. اقيس الزاويه اللي فوق دي اللي بعده، الزاويه اللي فوق اللي هي متظلله دي شايفينها، هي دي اللي هتعملوه النهارده. ويبقى احنا كده مشينا على خطى إيراتوستينيس. الزاويه دي اللي قالت عليها دكتوره شيماء واللي قالوا عليها زمايلكم في كل دول العالم اللي بيقيسوا محيط الارض النهارده، هي الانجل اللي فصلت ما بين اسكندريه وبين اسوان بسبب الكيرفيتشر، بسبب التفلطح او تسطح كوكب الارض. بقيس الزاويه دي بطرق معينه بواسطه المنقله او جهاز القياس بالطريقه دي، بيطلع يعني زي ما اتفقنا من 6.5 لغايه 7.5 ولا حاجه حسب دقتك بقى في الرسم، طول القلم، دقتك في طول الظل، دقتك في قياس الزاويه. عندي معادله اللي فوق صورها كله صورها بالموبايل، كله صور المعادله دي بالموبايل لو سمحتوا صوروها، واحد بس من كل جروب يصور السلايد ده من الموبايل، ده اللي هتشتغلوا بيه حبايبي. اوكي محيط الارض هيساوي 800 كيلو متر في 360 على ثيتا. بس ايه ثيتا؟ تحت موجودة اهي، طول القلم الرصاص بالسنتيمتر على طول الظل بالسنتيمتر. الشباب بتوع اعدادي وثانوي لحد كبير سنتيمتر على سنتيمتر يعني يونت ليس، ملهاش وحدات،
دي انجل اوكي. باخد قيمه سيتا احطها في المعادله اللي فوق. محيط الارض يطلع 800 كيلومتر باي 360 ديجريز على سيتا ديجريز، يطلع رقم هو محيط الارض. سجلوه خلوه معاكم لما نبقى نرجع ان شاء الله بعد كده اوكي. وبكده يبقى عرفنا هنعمل ايه. هنطلع بره بنظام كل جروب مع الليدر بتوعه ونرجع تاني ان شاء الله كل سنه وانتم طيبين عشان ناخد القياسات ونشوف زميلنا. على فكره من العالم العربي في معانا سلطنه عمان والجزائر بيقيسوا معاكم دلوقتي، وزميلنا في كا اكتر من دوله هنشوفهم بعد ما نرجع ان شاء الله. كل سنه وانتم طيبين حبايبي، ونشوفكم ان شاء الله بعد كده. قطر الارض عند خط الاستواء، هل هو قطر الارض عند الاقطاب يعني من الشمال القطب الشمالي القطب الجنوبي؟ لو جيت است هيطلع هو نفس القيمه من عند خط الاستواء؟ لا لا. ليه؟ لان الارض فيها حاجه اسمها اوبليتنس. اوبليتنس بالعربي فلطحه. فلطحه يعني كده جبت كوره عجين كده وهتنبططها شويه، دي بيسموها اوبليتنس. فالفرق بين الاثنين بيبان في الديامتر عند خط الاستواء وعند الاقطاب. تحت كام اعتقد ممكن تحرك بس الاكسل شيت شمال هناك اوكي. الرقمين دول شايفين الرقمين دول؟ ات اكويتور وات ميريديون. اكويتور حوالي 40,000. معقول القرايات دي؟ انا صدمت. ار يو شور؟ طيب ما علينا، هنعمل اناليسز دلوقتي في البحث العلمي. ربنا يكرمكم ان شاء الله وتخشوا، يعني اي حد فيكم هيخش هندسه او علوم او طب او يعني كليات ليها شغل براكتيكال هيتعرض للي عملتوه النهارده ده، ان انا بتبع معايير الدقه بيرفورمانس في القياس وبيطلع حاجه غصب عني، سواء بقى انسترومنتال ايرور او بيرسونال ايرور، يا خطا من الجهاز اللي بشتغل بيه يا خطا من انا وانا بشتغل. فواضح ان دي نتيجه انا هعتبرها نتيجه غير مقبوله، يعني اي حد علمي او ساينتفك هيعتبر النتيجه دي بعيده جدا عن الحقيقه. لنسبة الخطأ بتاعتنا 14%. المفروض الشغل العلمي الصح نسبة الخطأ يعني تزيد أو تقل، بيسموها بلس أور ماينس 5 بس في المية، يعني المفروض يزيد عن 40%. من 45 أنا أعتبرها مقبولة، 35 أو 36 مقبولة، لكن مش 58,200. الرقم ده صح؟ في غلطة. بص ممكن نراجع مع بعض بقى، ممكن في الداتا انتري بدخل الداتا فوق، هات من أول فوق كده. بصوا الرقم ده جروب 77 هو اللي باظ الدنيا، شايفينه؟ بصوا داخل رقم كام؟ 1,600,000. حد يجيبه لي الواد ده، حد يجيبه لي، حد يقبض عليه. جروب 77 فين؟ جروب 77 فين؟ جروب 77 حبايبي معايا؟ انا بكلم لوحدي ولا ايه؟ جروب 77 احذفها خالص يا اما احطها صح. احنا اسفين يا صلاح. وبرضو اول قرايه فوق دخلها صح، دخلها صح. لو معاك دخلها صح، مش معاك احذفها، بوظ شغلنا كلنا. بس ما تفبركهاش، جريمه. الفبركه جريمه في العلم، الفبركه مشنقه، بتكذب على الناس وعلى نفسك. جروب 77 فين؟ حد يرفع ايده. استوى كام حبيبي؟ استوى كام؟ كانت كام المحيط؟ والله ما فاكر. قشطه حلو، خلاص شيلها خالص. طب اول رقم برضو غلط، 480,000. جروب 65 فين؟ لا انت مدخلها 480,000، ده انت اربع كرات ارضيه مع بعض.
شيل شيل صفر. كده معقول. انزل تحت. لا برضو في حاجه غلط لسه. في 8000 جروب 100. 8000 محيط الارض ده من هنا لاسوان. جروب 100 حبيبي ده غلط برضو. اللي بيعمله ده صميم العلم. هو ده انك بتعمل ايه؟ بتعمل داتا ريدكشن اند اناليسيس بيسموها كده. بتحلل الداتا بتاعتك الارصاد. اكيد دي مش 8000. ما انا بقول له اهو استاذ زياد 28800. تعملها 800 بس. بص بص كده بدات تقرب ازاي، بدات تنور ازاي. مش فبركه، احنا بنصحح الداتا انتري بتاعتنا وده عادي مقبول، مش جريمه ولا حاجه. بس الجريمه ان انا اقيسها فعلا. ها مليون كيلو متر، يا نهار ابيض، معنى كده ان الارض عند الشمس هناك هنولع كلنا حبايبي. كده مظبوط جدا، مش فبركه، بكرر دي تصحيح للداتا انتري، وبيسموها في العلم عندنا اللي بيعمل ريسيرش يعني وكده بيسموها داتا ريدكشن. انك ببص على الداتا بقيمها ليا العقل يبالها ولا لا، بلس اور ماينس 5 مقبول. احنا بلس اور ماينس كام؟ 1%. فدي برافو، انا سقف لكم بصراحه. اوكي طيب. طيب ومعانا حبايبي رومانيا، ومعانا كولومبيا. كولومبيا 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 صح ولا كولومبيا ولا كورونا دي؟ كولومبيا اكيد كولومبيا. وبعدين الارجنتين، ومعانا فرنسا واليونان والارجنتين تاني، وبورتوريكو. في بورتوريكو دي فين؟ بورتوريكو فين؟ اين تقع بورتوريكو؟ بورتوريكو. وبعدين ايه ده؟ تونس. تونس يعني ترجي التونسي غلبونه اول امبارح، ما علينا. طيب اوكي. والاردن واليونان تاني، قراياتهم كلها شايفين في الرينج يعني 39 40000 41000 38000. فحبايبي القرايات لوجيك جدا وتتفق مع الريال اوبزرفيشن اللي بتاخدها من ساتلايت. فاحنا يعني نهني نفسنا كل سنه طيبين، وكده فعلا نكون خلصنا الفقره الثالثه في برنامج القياسات. الهيد بتاعت الايفنت زميلتي الاستاذه مروه جابر، عامله مفاجاه لتكريم افضل قياس. صح كده؟ افضل قياس ولا تكريم كله؟ افضل قياس. طيب هنبص على القرايات لو سمحتوا من فوق. افضل قياس هيبقى قريب جدا من 42000. 48 يستبعد. هنكرم كم واحد؟ كم واحد هنكرمه؟ جروب واحد. طيب يترشح معانا حد يساعدني بس ورقه وقلم، يتنافس جروب 66 او جروب 82 او جروب 91 3. اوكي طيب الثلاثه لو حد بيكتب معايا الثلاثه دول لو سمحت يشوف اقرب فرق بينه وبين ال 40000 للريال اوبزرفيشن. انزل تحت خالص بقى، انزل تحت خالص. مين اقل فرق بينه وبين صح في الثلاث فرق؟ حد بيحسب معايا من الشباب؟ اتفضلوا 91، اتفضلوا هنا كده. على فكره كلكم فايزين، كلكم فايزين، بس يعني اللي هم اقرب للنتيجه في 91. استاذه مروه التيم ليدر بتاعكم تعالوا كده. استاذه دنيا رمضان كل سنه طيبين. استاذه مين؟ تعال هنا كده. اسمك؟ عمر السيد. عمر السيد. عمر السيد. حيوه شباب، ايه الروح الرياضيه دي؟ خلص كده مفيش. معاذ محمد، برافو معاذ. انس محمد. مروان. مروان اشرف. مهاب حسين. مهاب حسين. سلسبيل. استاذة امل احمد. تمام. مين؟ قول اسمك بصوت عالي. مين؟ يوسف ايهاب. كل سنه وانتم طيبين حبايبي، وطبعا نحييهم مره ثانيه باسمكم. معاهم بقى دكتور. شكرا شكرا مره.